الله عليه وسلم يسير مع أصحابه راجعين إلى المدينة، ثم حينما اقتربوا في مسيرهم من المدينة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان جبل، هذا جمدان، سيروا سبق المفردون. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المفردون؟ من هم المفردون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خد بالك من قيد كلمة كثيرا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. انظر، تعالوا نتأمل في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم رجع مع الصحابة المدينة، فأراد أن يلفت انتباههم إلى شيء مهم، فربطه لهم بشيء حسي يرونه، فقال لهم: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. ما العلاقة بين هذه الكلمات؟ قال بعض أهل العلم: المفردون هم الذين هلك أقرانهم وعمروا، المفردون الذين هلك أقرانهم في السن وعمروا. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الجبل لرسوخه وثباته وتفرده من بين ما حوله من التلال، كل ما حوالين الجبل تلال صغيرة، وأن هذا الجبل وقف ثابتا راسخا. فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الثبات بالرغم من كل الفتن كثبات هذا الجبل فعليه بكثرة الذكر. سيروا أي في طريقكم إلى الله، سيروا أي في طريقكم إلى الله. ومن فقه الإمام مسلم أنه وضع هذا الحديث بعد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فكأنه إشارة: من أراد الإسراع في السير وأن يقطع السير لا بالأشبار، من أراد هذا فعليه بكثرة الذكر. فقال صلى الله عليه وسلم: سيروا وتذكروا في سيركم إلى بلدكم، تذكروا سيركم إلى ربكم، وإذا أردتم الإسراع في السير إلى ربكم فعليكم بكثرة الذكر. فهو يجعلكم، أي هذا الذكر، ثابتين بالرغم من كل الفتن كثبات هذا الجبل. من أراد الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد فعليه بكثرة الذكر، من أراد رسوخ الجبل وثباته فعليه بكثرة الذكر. وقال بعضهم: لما اقترب الصحابة من المدينة اشتاق بعضهم إلى أهلهم وذويهم وأولادهم، فأسرعوا السير وأبطأ أناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيلتقط حالة حسية معينة ظاهرة أمامهم ليربطهم بشيء معنوي في علاقتهم بالله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن كما أنه اشتاق أناس إلى أهلهم فأسرعوا السير، هكذا اشتاق أناس إلى ربهم فأسرعوا السير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جمدان، أي علامة وصول وقرب، جمدان جبل قريب من البلد، هذا جمدان، لقد اقتربنا، اقتربنا وأسرع أناس سبق المفردون المشتاقون. فالمفردون الذين انشغلوا عن كل شيء إلا عن ذكر فرد واحد، هذا انشغل بولده وهذا بزوجته فاشتاق لها فأسرع المسير، هناك من اشتاق إلى ربه فأسرع المسير إليه. كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق كثرة الذكر. فالمفردون الذين انفردوا عن الخلق واشتغلوا بذكر الله، المفردون الذين ثبتوا في طريقهم إلى مولاهم لم تغيرهم الفتن، المفردون المشتاقون الذين أسرعوا السير إلى ربهم. فقالوا: المفردون الذين تفردوا، يفرد الله عز وجل بالذكر، لا ينشغل بغيره، يكثر من توحيده وذكره سبحانه وتعالى، هؤلاء هم السابقون. كما سبق المشتاقون إلى أهليهم إلى البلد، سبق المشتاقون إلى ربهم بالذكر. سيروا هذا جمدان سبق المفردون، سبق الذاكرون الله كثيرا،
هؤلاء هم السابقون في طريقهم إلى مولاه.